بسم الله ما شاء الله عليك يا حضرة العمدة. والله مش عشان انت بنت عمي، لا، بس حضرة العمدة أنقذت البنت ورفعت راية العلم والإنسانية والمدنية والقانون. بس أنا شايف يعني مفيش داعي نعمل محضر، بلاش شوشرة، لم الدور شوية. ألمه دور إلا لمه حسام بيه، في جريمة ختام بتحصل هنا وأنا بطلب بإثبات الواقعة رسمي. مين عالم دي ولا غيرها تروح لدكتورة تانية وتنفذ الجريمة البشعة دي؟ إيه؟ طب ما ديه العادي بيحصل، يعني عادي البلد بتعمل بعوايدها وتقاليدها يعني، ولا كمان عايزة تتدخلي في أمورهم الخاصة؟ مش هي دي الحرية الشخصية يا بتوع الحريات؟ دي ما اسمهاش حرية يا أستاذ حافظ، دي اسمها في القانون جريمة ضد بنت قاصر، ودي مش حياتك الخاصة. لما تشوه بنتك وتخالف القانون دي مش حياتك الخاصة، مش كده يا حضرة الضابط؟ كده طبعا، بس للأسف يا دكتورة أنا القانون عندي برضو بيقول إن القبض لازم يبقى في حالة تلبس. ما هي تلبس. أم البنت قالت إن أخدتها العيادة عشان كانت بتكح، والدكتورة كشفت عليها وكتبت لها روشتة، وآدي روشتة هي. لا في كلام عن عمليات ولا ختان ولا أي حاجة. وشهادتي وشهادة الغفر اللي معايا. شهادة إيه يا حضرة العمدة؟ ما تأخذنيش يعني، أنت ما شفتيش حاجة، وإذا كان على الغفر اللي أنت بتستنجدي بيهم، هما كمان قالوا إنهم ما شافوش حاجة. يعني نسبة الواقعة إزاي؟ ثانية واحدة. ايه يا نبيه؟ ايوه يا ريس. طلع لي قانون الختان من عندك في المكتبه. تحت الامر. بسرعه بس. بالنسبه لقانون ختان اناث، تمام، ثانيه واحده. القانون رقم 10 لسنه 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937. تجريم ختان الاناث يعاقب بالسجن مده لا تقل عن 5 سنوات كل من اجرى ختانا لانثى بازاله اي جزء من اعضاء التناسليه الخارجيه بشكل جزئي او تام، او الحق اصابات بتلك الاعضاء. فاذا نشا عن ذلك الفعل عاهه مستديمه تكون العقوبه السجن المشدد مده لا تقل عن 7 سنوات، اما اذا قضى الفعل الى الموت تكون العقوبه السجن المشدد لمده لا تقل عن 10 سنوات. وإذا كان اللي بيعمل العملية طبيب يا أستاذ نبيه تبقى عقوبته إيه؟ مين معايا؟ رد يا نبيه ما تقلقش، رد. تمام يا فندم. تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبة من أطباء ومزاولة مهنة التمريض من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات. أهو شفتوا؟ مين معايا؟ اقفل أنت يا نبيه دلوقتي. احنا لازم نحترم القانون يا اهل البلد. احنا دلوقتي عندنا عمدة مش بتاع لف ودوران، عندنا عمدة حاسم وحازم. حاسب يا ابني، اوعى سيدي، اوعى. حاسب يا ابني، اوعى اوعى يا عم. وسع بطنك، وسع. هو في ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ فينك يا راجل؟ تحت النظر يا معالي الباشا. منور يا باشتنا. ازيك يا نجيدة؟ الحمد لله. بص يا دكتور، الحقيقة إن إحنا بنحبك وبنقدرك وبنحترم العشرة، لكن إحنا ما بنحترمش العشيرة. وعندك حسام بيه أهو بيبذل أقصى جهده لحفظ الأمن والأمان في البلد دي، والدكتورة صفية حضرة العمدة. قول لمراتك إني أعدلها وعيني عليها، المرة دي أنظرتها، إنما المرة الجاية هسجنها. أظن عبدنا العيب. وانا نسيت اقفل الباب ولا انت معاك مفتاح؟
هو انت عاوز تخبي من مراتك زي ما بتخبي من اخواتك؟ واخبي على مراتي ليه طيب؟ وازاي؟ ثم لمين يعني؟ عارف يا حامد مين الغبي؟ اكيد مش انا. الغبي هو الذكي اللي فاهم انه ذكي لوحده. على كده بقى الغبي هو الذكي اللي فاكر كل الناس اذكياء. طب اسمع يا ذكي، لازم تفهم ان شيت الاكسل اللي بتعمله لحسابات العيله والفلوس اللي بتوزعها اول كل شهر ولا اول كل سنه على اخواتك وبنات عمك ده شريط بتلفه حوالين رقبتك. جوزك مش حرام يا كابر، جوزك بيصون ماله ومال اهله ومال اهلك يا كابر. مال اهلي مالكش دعوه بيه، خليك انت في مالك مال عيالي. كونك يا حامد تكب وتكوش وتغرف من فلوس اخواتك وماله راضيه وموافقه، اهو في الاخر كله ليا ولعيالي. انما تلعب بديلك او تفتكر ان عندك ديل اصلا، تحط نفسك في حتت وحسابات وتبيع وتشتري من ورايا، هعرفك مقامك يا زوجي العزيز. انا مقامي كبير يا مقام السكنتي. وبعدين مالك سخك مهما علينا وشرارك بيطرطش نار ليه؟ هو انت ما بتشوفش روحك والست صفية موجودة؟ لا ما بشوفش، هبقى صور نفسي سيلفي ساعتها كده. طب يا حامد انت صغير قوي قدام عينيها مهما نفخت روحك، وهي صغيرة قوي قوي قدام عيني مهما اتكبرت وعملت روحها عمدة. كويس محل النظارات اللي انت فتحتها، ويا ريت ما تلتش في السيرة دي كتير، هتغيري على عيني وعلى راسي. هتطولي لسانك، مش هيبقى فيها عشرة ما بيننا. ويا ريت تقومي تجهزي لنا الطفح بدل الهري الكذاب اللي ملوش لازمة ده. لا كول انت وعيالك، انا هجهز واروح لابوي. لما تقعدي الطفح هنا يتاكل، الطفح عندكم ينزاح. وبعدين فتحتك ازاي؟ ده اللي انا صاحبك ما بعرفش افتحك بسهوله. يا مصلحجية، هو ما حدش يشوفك يا ولية؟